اخر عمل صورته كانت واحد لاسيري مع المخرج امين منى، دازت زوينه بزاف، سميتها الفاميلا، وواحد السلسله اجتماعيه كوميديا ادوز ان شاء الله قريبا، وزوينه بزاف الاستوار ديالها زوينه، حتى البيرسوناج جو بونس كو جديد، اول مره غادي نلعب هذا البيرسوناج، وان شاء الله جيسبر انه نطلعوا على الناس بواحد المكانه زوينه ان شاء الله. مازال حيت البروغراماسيون ديال رمضان، مي جو بونس لا ما يتعرضش رمضان حيت الفورما ديالو ماشي ديال رمضان، الفورما ديالو دي ماشي ديال احنا، تعرض الوسط العام ان شاء الله. اي هذا كان واحد لو كورميتراج اللي صورناه، صورناه كان زوين بزاف، كان المخرج يوسطاني، جو بونس وقيله ساهله في المونتاج ايتو، وباقي مازال ما شفتوش، مي الاجواء ديال الطوناج كانت زوينه بزاف، حتى ليستوار صراحه زوينه. اكزاكتومون دراما نيت دراما، غنكون انا الاخ ديال واحد البنيته اللي مريضه بالكونسير، وكيفاش غادي نتجاوب معها، هي ايستوار فري حقيقيه ديجا، وجسدنا على ارض الواقع. لا جو بونس با انه كان صعب، باسكو ديجا في المسرح انا بديت في الديبار كنت في الدراما سورتو، وعادش الكوميديا يعني في المسرح هي واحد ليكسبيريونس، واحد المدرسه اللي كتعلمك كيفاش تقدر تحول من حاجه لحاجه، كيفاش تقدر تكونسونطر على البيرسوناج، كيفاش لي كاركتير ديال البيرسوناج خاصهم يكونوا، كيفاش خاصك تجيب البيرسوناج، بزاف ديال الحوايج يعني. المسرح بالنسبه لي المدرسه اللي علمتني بزاف ديال الحوايج، اي لانيماسيون اوسي تو سكي امبروفيزاسيون. لا ما تقدرش صراحه تقول هادشي حيت ما كاينش ان كريتير، المسرح الجامعي بالنسبه لي ما بين اعظم المهرجانات اللي كاينين في المسارح في العالم العربي سورتو، وخرجوا بزاف ديال الناس، بزاف ديال الممثلين، وجو بونس انه ما نقدرش نقولوا ما بقاوش، ولكن راه مع الوقت عاوتاني راه ما يمكنش عاوتاني كل عام يخرج لك، فهمتي، واحد الوقت غادي يبانوا عاوتاني ممثلين يخرجوا، مي بالنسبه لي مدرسه كبيره مسرح الجامعي. ان شاء الله يعجبكم الاعمال، وان شاء الله نكونوا خفاف على قلبكم نعز. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.